ازيكم يا مواليد برج القوس؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج القوس: توقعات الأربعاء الموافق 29 مارس 29 أدار 29/3/2023. هتبتدي تجري النهاردة محادثة فيها التزام مهم جدا بالنسبة ليك، هيبقى بيتعلق بشخص بيعيش في مكان تاني. هيكون اليوم ده مناسب جدا لو حبيت تسافر أو لو حبيت تقوم بأنك تصيغ هدف معين عندك، في عمل معين هيبقى في مرمى هدفك. هتبتدي تنزعج شوية من حدث هيبقى مش متوقع بنسبة كبيرة جدا عندك، في فشل في الخطط القريبة منك والمعارف الجدد. هيكون النهاردة اليوم طويل الأمد بالنسبة لك. هيطلب منك انك تقدم هدية او تقدم زهور او تقدم خدمة في اليوم ده لشخص. هيكون مهم جدا انك تعرف شخص بشكل كويس في الفترة الأخيرة، هتعرف تتواصل معاه بكتير من الاهتمام من الأشخاص اللي حواليك، سواء كان ده بيحصل أو لسه هيحصل. عندك اجتماعات حقيقية جدا، في اتصالات هاتفية افتراضية واضحة بالنسبة ليك، هتجيب أخبار فيها تغيرات على بعض الخطط اللي فيها التزامات حتى اليوم ده. وبنهاية اليوم والأسبوع ده هيبقى في تجربة مع شخص جديد جاي في حياتك. يوم الأربعاء هتحاول تستمتع بحاجات صغيرة كتير جدا في حياتك، هتطلب منك معنى كبير وهدى ليها في اليوم ده عشان تفتكرها. هتحاول تركز مع الناس أكتر في الحاجات الحلوة واللي بتعتبر مبدعة في حياتهم، بغض النظر عن ايه اللي بيربطك بيهم في اليوم ده. هتسيب كل مخاوفك تمشي وراك على أقل من مهلها. هيكون مهم النهاردة اننا نتقبل حياتنا زي ما هي، وازاي الأحداث كلها هتبتدي تتكشف وهتبقى حالية بالنسبة لينا، وهيبقى فيها جزء كبير جدا هنحاول نتجنب اننا ناخد قرارات مهمة فيه. هنضع خطط جادة جدا لكل مستقبلنا، هنخلي انتباهنا النهاردة ينصب بس على اليوم ده. ما علينا إننا نقوم بيه، إننا ندي تجربة فرصة أكتر في الوقت ده. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد. بحية، أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.